رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو جبار السماوات والأرض، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، تعالوا بنا لنطوق سويا في روضة القرآن الكريم، ومع اللقاء الأول من لقاءات تفسيرنا لسورة مريم، أسأل الله جل وعلا أن يجعله تفسيرا مباركا وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. هذه السورة المكية المباركة التي تعالج أخطر قضية في هذا الدين، ألا وهي قضية العقيدة التي حرفها وبدلها وغيرها النصارى، فسب الله بذلك مسبة عظيمة، فمنهم من قال إن عيسى هو الله، وطائفة أخرى قالت إن المسيح ابن الله، وطائفة ثالثة قالت إن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقول النصارى علوا كبيرا. وتعالوا بنا لنتعرف على هذه العقيدة الفاسدة وعلى هذا الدين المحرف والمبدل والمغير، لتسجدوا لله شكرا أنكم من الموحدين لله جل وعلا، وأنكم من المنتسبين لمحمد صلى الله عليه وسلم. لنتعرف من خلال مقدمة سريعة، فإن لقاءنا اليوم وفي اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا بمثابة مقدمة سريعة موجزة، لنتعرف من خلالها على قواعد دين النصارى، ولن نقول شيئا من عند أنفسنا حتى لا نتهم بالغلو ولا بالتشدد، فإن الذي نقول في هذا اللقاء وفي اللقاء المقبل بحول الله وقوله ومدده إن شاء الله جل وعلا ليس من قولنا، ليس من كلامنا، ولكن الذي يحدثنا عن قواعد دين النصارى رجل
ولكن الذي يحدثنا عن قواعدهم رجل شرب من معينهم وتزيى بزيهم وكان على عقيدتهم وعلى دينهم، ولكن الله جل وعلا قد شرح صدره للحق فأعلن توحيده لله جل وعلا وإيمانه بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه القس الأسباني الكبير إنسلم ترنيدا، إنه القس الأسباني إنسلم ترنيدا، هذا القس الذي شرب من معينهم وتزيى بزيهم وكان في يوم من الأيام على عقيدتهم يدرسها لأبنائه في النصرانية، ولكن الله جل وعلا قد شرح صدره للحق فأعلن توحيده لله وإيمانه بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام وسمى نفسه بعبد الله الترجمان. استمعوا إلى هذه الفضائح التي يحدثنا بها هذا القس الذي أسلم. ماذا يقول إنسلم ترنيدا القس الأسباني الذي شرح الله صدره للإسلام؟ يقول: وقوله للنصارى والمسلمين، للنصارى الذين لم يمت إنصافهم في قلوبهم فعميت بذلك عقولهم، وللمسلمين الذين لا يعرفون شيئا عن دينهم فضلا عن دين النصرانية. يقول: اعلموا رحمكم الله بأن قواعد دين النصارى خمس. اعلموا أيها المسلمون وأيها النصارى المنصفون بأن قواعد دين النصارى خمس. القاعدة الأولى التغطيس والتثليث والإيمان بالقربان واتحاد أقنوم الابن ببطن مريم والاعتراف بجميع الذنوب للقسيس. هذه قواعد الدين عند النصارى: تغطيس وتثليث واعتراف باتحاد أقنوم الابن في بطن مريم والاعتراف والإقرار بجميع الذنوب للقسيس والإيمان بالقربان. هذه هي قواعد دين النصارى، فتعالوا بنا لنتعرف على هذه القواعد الكافرة وعلى هذه القواعد الفاجرة الخطيرة. أما القاعدة الأولى ألا وهي قاعدة التغطيس، فإنهم يعتقدون ويأخذون هذا القول من إنجيل لوقا المحرف والمبدل، يقولون بأن عيسى عليه السلام قال إنه من تغطس دخل الجنة ومن لم يتغطس دخل جهنم خالدا فيها أبدا. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إنها من أبشع الافتراءات على الله جل وعلا وعلى نبيه عيسى، على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فما هي صفة التغطيس أيها المسلمون؟ صفة التغطيس حتى نتعرف على خدع القوم وعلى مكائد القوم وعلى ألاعيبهم وأباطيلهم وأكاذيبهم. هذه الصفة هي أن بكل كنيسة حوضا، إن في كل كنيسة حوضا رخاميا كبيرا في وسط هذه الكنيسة، هذا الحوض مملوء بالماء وعليه أكواب كثيرة تحيط به من كل جانب. هذا الماء ألقيت فيه كميات كبيرة من الملح ومن نوع من أنواع الدهن يسمى بدهن البلسان، وهذا الملح وذلكم الدهن هو الذي يحفظ الماء من التعفن والتبدل والتغير. ويضحك بذلك القسيس على النصارى ويقول لهم بأن هذا الماء ما بدل وما غير وما زالت رائحته لم تتغير وطعمه لم يتبدل، وإنما ذلك من بركات الإله الرب المسيح، ولكنه ما بدل وما تغير لهذه الكميات الرهيبة التي وضعت فيه من الملح وتلك الكميات الكبيرة التي وضعت فيه من دهن البلسان. هذا الحوض الكبير الذي ملئ بالماء وبالملح وبهذا الدهن يقف القسيس عليه، فإذا ما أراد الرجل أن يتنصر أخذه القسيس وقربه وأوقفه على هذا الحوض وقال له:
اعلم اذا اردت ان تتنصر وان اردت ان تدخل في دين النصرانية ينبغي ان تعتقد اعتقادا جازما ان من تغطس دخل الجنة ومن لم يتغطس دخل جهنم خالدا فيها ابدا. وينبغي ان تعتقد ايضا ان الله ثالث ثلاثة وان المسيح ابن الله وانه صلب وقتل ودفن وصار حيا بعد ثلاثة ايام وصعد الى السماء وجلس عن يمين ابيه ثم يأتي يوم القيامة ليحكم بين خلقه. ثم يقول القسيس له: هل أنت مؤمن بهذا؟ فيقول: بلى. فيقول: وأنت مؤمن بكل ما آمن به أهل الكنيسة؟ فيقول: بلى. فإذا ما قال المتنصر ذلك أخذه القسيس من يده وقربه إلى هذا الحوض الرخامي المملوء بالماء ثم جاء هذا القس بقليل من الماء وأسكبه على رأس هذا المتنصر وقال له: وأنا أغطسك باسم الآب والابن والروح القدس. فإذا ما فعل به القسيس ذلك مسح الماء عنه مرة ثانية بمنديل أو بمنشفة، وبذلك يكون الرجل قد دخل في دين النصرانية وقد تغطس وقد شهد وحكم له بدخول الجنة على حد زعمهم وعلى حد كفرهم، تعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرا. أما الأطفال فإنهم يفعل بهم ذلك في اليوم الثامن من ولادتهم، يغطسون في اليوم الثامن أي يسكب على رؤوسهم وأبدانهم من هذا الماء في حوض الكنائس على يد قسيس يعلم الحق والباطل، وبذلك يكونوا قد دخلوا في دين النصرانية والعياذ بالله. هذه هي القاعدة الأولى أيها الأحباب بإيجاز شديد من قواعد دين النصارى: تعرفوا على الحق والباطل. فكم من المسلمين يعرف عن دين النصارى شيئا، بل وكم من المسلمين يعرف عن الإسلام حقيقته ويعرف عنه جوهره إلا من رحم الله جل وعلا. القاعدة الثانية من قواعد دين النصارى هي التثليث. التثليث، والتثليث هو أنه ينبغي على النصراني أن يعتقد بأن الله ثالث ثلاثة وأن عيسى له طبيعتين، طبيعة لاهوتية وطبيعة لاهوتية، وتلك الطبيعتان تصير شيئا واحدا. فعيسى لاهوت من جنس أبيه أي إله من جنس أبيه، وناشوت من جنس أمه أي إنسان من جنس أمه، فهو لاهوت وناشوت في آن واحد، صار اللاهوت ناشوتا وصار الناشوت لاهوتا كما يقول النصارى، فصارت الطبيعتان شيئا واحدا. فعيسى إله من جوهر أبيه وناشوت من جوهر أمه والعياذ بالله. ومنهم من يقول إن الثلاثة هم الله وعيسى ومريم، الله أب لعيسى وعيسى ابن لله ومريم زوج لله والعياذ بالله. هكذا يقول النصارى بطوائفهم جميعا: الملكية واليعقوبية والنسطورية والمريمانية، كلهم يقرون بذلك ويعتقدون ذلك بأن الله ثالث ثلاثة: إله وابن وزوج، الله وعيسى ومريم والعياذ بالله. تعالى الله عما يقول النصارى علوا كبيرا. والله جل وعلا حكم عليهم بالكفر تلك العقيدة الخبيثة وتلك العقيدة الفاسدة، فقال الله جل وعلا: لقد كفر. قد في اللغة العربية للتحقيق، فلا يأتي متنطع ولا منافق ليتهم أهل الدعوة والدعاة الذين يحكمون على النصارى بالكفر ويقول بأن الدعاة متشددون لأنهم يحكمون بالكفر على الناس. انتبه يا هذا، واعلم بأن الذي حكم بالكفر عليهم هو الله،
هو الله. فقال جل وعلا: لقد كفر، وقد للتحقيق في اللغة العربية، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وقال الله جل وعلا: وقال اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال الله جل وعلا في سورة البقرة: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون عابدون ساجدون لا يخرجون عن قدرته وإرادته كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإنما أمره جل وعلا بين الكاف والنون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: إنما أنا رسول ربك. حينما خافت وطارت مريم قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كنت تتقي الله وتخاف الله. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية لم أكن زانية لم أكن من البغاة لأسمح لمخلوق أن يفعل بي هذه الفاحشة. أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية. قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. انتهى الأمر وكان أمرا مقضيا. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون أمره بين الكاف واللوت. فهم يقولون بأن الله ثالث ثلاثة، والله جل وعلا يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. سبوا الله وكتموا الله ونسبوا لله الولد. والله جل وعلا يقول في حديثه القدسي الجليل الذي رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: شتم ابن آدم وما ينبغي له ذلك. شتمت ربك يا ابن آدم وكذبت ربك يا ابن آدم. يقول: شتم ابن آدم وما ينبغي له ذلك وكذب ابن آدم وما ينبغي له ذلك. أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. شتمت الله يوم نسبت له الولد. أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وأما تكذيبه إياي فقوله إن الله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. إن الذي خلق من العدم أليس بقادر على أن يعيد من موجود؟ وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. إنما أمره بين الكاف والنون لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الواحد الذي لا ضد له وهو الصمد الذي لا منازع له
وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. هذه هي القاعدة الثانية. أما القاعدة الثالثة من قواعد دين النصارى هي اعتقادهم اتحاد أقنوم الابن ببطن مريم، فهم يقولون بأن الله جل وعلا والعياذ بالله قد غضب على البشرية جميعا وعاقب آدم وذريته بخطيئة آدم ولأكله من الشجرة، ولكن الله أراد أن يمتن على البشرية وأراد أن يمتن على الناس، فأرسل ولده عيسى فالتحم ببطن مريم والعياذ بالله، ثم ولدت، ثم صار إنسانا، ثم قتل، ثم دفن، ثم صار حيا بعد 3 أيام من دفنه، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه، ثم نزل إلى جهنم فأخرج آدم منها وذريته من جميع الأنبياء والمرسلين والعياذ بالله. وهذه فكرة من أخطر فكر النصارى. لماذا؟ لأن هذه الفكرة يقولون ويعتقدون بأن عيسى صلب ليكفر عن البشر خطاياهم، وهي فكرة نصرانية خطيرة تنافي المسؤولية الفردية في دين الله جل وعلا. يقولون بأن عيسى ما صلب إلا ليتحمل خطايا البشر، وإلا ليكفر عن البشر ذنوبهم، وإلا ليرفع عن البشر خطاياهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولكن ماذا يقول الله؟ ماذا يقول الله جل وعلا ردا على هذه الأكاذيب وتلك الأباطيل؟ لأن هذه الفكرة كفيلة بأن تملأ الأرض بالذنوب والمعاصي، فليفعل كل واحد ما شاء أن يفعله من الذنوب والمعاصي وليدخل في دين النصرانية وهو مطمئن تمام الاطمئنان أن عيسى سيتحمل عنه خطيئته ويرفع عنه ذنوبه لأنه ما صلب إلا من أجل ذلك. فكرة رهيبة وفكرة خطيرة تنافي المسؤولية الفردية التي قال الله جل وعلا عنها في القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. نعم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى أبدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ أنت، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول الله جل وعلا في سورة الكهف، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم، تذكر وقوفك يوم العرض عريانا
مستوحشا قلق الاحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهب والموحدون بدار الخلد سكانا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهم يقولون بأن عيسى ما صلب إلا ليرفع عن البشر خطاياهم وتعالى الله عما يقول النصارى علوا كبيرا. أما القاعدة الرابعة من قواعد الدين عند النصارى هي قاعدة الإيمان بالقربان. فما هي هذه القاعدة؟ استمعوا وتعلموا. الإيمان بالقربان معناه أن في كل كنيسة قسيسا كبيرا يقوم على شؤونها. هذا القسيس يريد ان ياخذ الاموال وياكل اموال الناس بالباطل، فماذا يصنع؟ ياتي بفطيره من الخبز. الذي يقول ذلك الكلام قس اسباني عاش بين احضان الكنائس وشرب من مائها واكل من اموالها وتزيى بزيها، ولكن الله شرح صدره للاسلام. ليس هذا كلامنا ابدا، كلام قسيس مسلم اسلم لله. يقول فياتي هذا القس بفطيرة من الخبز وبزجاجة من الخمر، بكأس من الخمر وفطيرة من الخبز، ويأمر بضرب الناقوس. فيجتمع النصارى لصلاتهم، فاذا ما اجتمع النصارى ووقف النصارى صفوفا جاء هذا القسيس على هذه الفطيرة ووقف امامها وقرأ عليها بعض الكلمات التي لا تسمع، ثم يقول للناس فجأة هكذا صارت الفطيرة جسد عيسى، ويقرأ على كأس الخمر بعض الكلمات، ثم يقول بمنتهى السذاجة والبلاهة فيقول لهم وهكذا صار هذا الكأس دم عيسى، ثم يسجد للفطيرة أمامهم ويقول أنت إله السماوات والأرض، أنت الإله المسيح، أنت ابن الله، أنت الذي جالس الآن على يمين أبيك، إلى آخر هذا الكذب وذلكم الهراء وتلكم التفاهات. ثم يسجد لها القسيس فيخر النصارى من خلفه سجدا لهذه الفطيرة التي هي مصنوعة من الخبز، ثم يرفع كأس الخمر ويقول لقد صار هذا الكأس دم عيسى، ويقول لهم لقد قال إلهنا المسيح عيسى بن مريم، لقد قال إلهنا المسيح عيسى بن مريم للحواريين بعدما قدم لهم كأسا قبل موته، قال لهم اشربوا فإن هذا دمي، فيخر النصارى سجدا لهذا الكأس. وبعد ذلك يقدمون ما شاء هذا القسيس من القرابين ومن الأموال الذي يأكلها هو في بطنه نارا حراما، فإذا ما انصرفوا جلس بمفرده ليستمتع بوجبة دسمة مكونة من هذه الفطيرة وكأس الخمر، وهذا هو الأهم. هذه القاعدة الرابعة، هراء وكذب وباطل، وهم يعلمون الحق، إي والله يعلمون الحق ولكنهم يصرون على الباطل. هذه هي قاعدتهم الرابعة من قواعد دينهم الخمس، وأرجع الحديث عن القاعدة الخامسة إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، هذه قواعد الدين عند النصارى، تغطيص وتثليث واتحاد أقنون وإيمان بقربان. أما القاعدة الخامسة فهي قاعدة الاعتراف والإقرار بجميع الذنوب للقسيس، وهذه القاعدة
وافرض على كل نصراني اذا ما اراد ان يدخل الجنة ان يذهب الى قسيس كنيسته وان يقر له ويعترف له بجميع ذنوبه ومعاصيه، وهم يعتقدون انه لو ذهب الى القسيس واخفى عليه ذنبا واحدا لا ينفعه اقراره واعترافه بذنوبه لهذا القسيس. فضائح. والله جل وعلا ستير يحب الستر. ان ارتكبت معصية وسترك الله فإن من أقبح القبح أن تكشف ستر الله عليك. والله ستير يحب الستر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولكنهم يذهبون ليعترفوا بالذنوب، لماذا؟ لأنه إذا ما أحس بموت أو بمرض ذهب لقسيس واعترف له بجميع ذنوبه ومعاصيه ويقدم القرابين والأموال فيعطيه القسيس بناء على ذلك صدقا بغفران جميع ذنوبه. اطمئن، قدم، وعلى قدر ما تقدم من المال والعطاء على قدر ما تكون مغفرتك. ولقد استهزأ بعضهم يوما فقال: إني سأذهب إلى القسيس لأشتري منه كل صكوك الغفران. فذهب إليه وأعطاه أموالا طائلة وقال: لما كل هذا المال؟ قال: إني أتيت اليوم أشتري منك جميع صكوك الغفران التي عندك. فباعها له القسيس، ثم أذاع هذا الرجل في الناس وقال: لا تذهبوا بعد اليوم للقسيس لأنه لم يعد يملك صكا واحدا، فإني اشتريت جميع الصكوك. فحزن القسيس وعلم ان الصفقة خاسرة، ثم عاد واشتراها منه باضعف ما دفع اليه من الاموال. سبحان الله العظيم. فهذا ان الذي يغفر الذنوب هو الله، وان الذي ينبغي ان تعترف له بجرمك وذنبك هو الله، حتى الواسطة بينك وبين الله قد رفضت في دين الله جل وعلا. اسمعوا ماذا قال الله: واذا سألك عبادي عني يا محمد يا أشرف الخلق عند الله ويا أعظم الرسل عند الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل الله فقل لهم، حتى يكون محمد صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وبين عباده. لا، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا طلبت فاطلب من الله، وإذا اعترفت فاعترف لله، وإذا توكلت فتوكل على الله، وإذا لجأت فالجأ إلى الله، وإذا طلبت فاطلب من الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا بإيجاب عن قواعد دين النصارى الخمس. وفي اللقاء المقبل إن قدر الله جل وعلا لنا اللقاء سنكمل هذه المقدمة لنتعرف على دين القوم ولنسجد لله شكرا أننا موحدون لله جل وعلا ومتبعون لسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. والله إنها نعمة ينبغي أن لا نغفل عن شكرها لله، نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، وذلك فضل الله جل وعلا. ليس الفضل منا وليس الاختيار لنا، إنه فضل الله ابتداء وانتهاء. فاسجدوا لله شكرا أيها الموحدون، واحمدوا الله أنكم من المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين بعيسى ومن المؤمنين بمحمد. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وصدق من قال: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أسأل الله جل وعلا الذي امتن علينا بنعمة التوحيد ونعمة الإيمان أن يتوفانا على التوحيد والإيمان، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. اللهم اختم لنا بخاتمة التوحيد والإيمان، اللهم اخرجنا من الدنيا على لا إله إلا الله، ثبتنا على الإيمان. اللهم يا عالم السر منا اكشف السر، اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا.
اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا، اللهم لا ترع لاحد منا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا اديته، ولا هما الا فرجته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا حاجة لي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قويتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن المسلمين، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ألف بين صفوف المسلمين، اللهم ألف بين قلوب قادتهم يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب قادتهم وحكامهم يا رب العالمين، اللهم اهدهم بالحق، اللهم اهدهم بالحق، اللهم اهدهم بالحق، اللهم ألف قلوبهم ووحد صفوفهم ولا تجعل للشيطان تأثيرا على صدورهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد صلى عليه وصلت ملائكته عليه وأمركم بالصلاة عليه، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارض اللهم عن صحابته هؤلاء الذين رفعوا راية التوحيد وبذلوا كل رخيص وغالي في سبيل نصرة هذا الدين وفي سبيل تثبيت عقيدة لا إله إلا الله. اللهم ارض عنهم واجمعنا بفضلك وكرمك وإياهم في مستقر رحمتك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحبتي في الله، ما كان من توفيق فمن الله جل وعلا، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله.